نحو 1000 عنصر من حركة طالبان شنوا هجمات بكل أنواع الأسلحة على عدد من نقاط تفتيش تابعة للجيش الأفغاني في 4 مقاطعات في ولاية هلمند في جنوبي البلاد المحادية للحدود الباكستانية، وذلك في إطار هجوم واسع النطاق تشنه الحركة منذ 5 أيام، أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وفقا لما أعلنته الأربعاء السلطات الأفغانية. متمردو طالبان زرعوا عبوات ناسفة على الطرق وداخل العديد من القرى لعرقلة تقدم القوات الأفغانية في تلك المناطق. منذ الجمعة الماضية شن أكثر من 1000 مقاتل مدجج بالسلاح من طالبان هجوما مفاجئا في مقاطعة سانجين، وسيطروا على نقطة تفتيش وقتلوا 26 عنصرا من الأمن الأفغاني، وامتد القتال بعدها إلى 3 مقاطعات مجاورة. وبسبب نقص الدعم الجوي الحكومي لقوات الأمن سيطر طالبان على تلك المناطق، وخصوصا أن طالبان زرعت الطرق البرية بالعبوات الجانبية، إضافة إلى أن مقاتلي طالبان في هجومهم الصيفي يجدون فرصا للتحرك والاختباء بين الأشجار المثمرة. ويعزو البعض نجاح هذا الهجوم إلى تمكن طالبان من بناء علاقات مع تجار المخدرات والمتطوعين في حمل السلاح ضد القوات الحكومية في تلك المنطقة. طالبان في هذه المناطق تجبي فواتير الكهرباء وتفرض الضرائب على المخدرات، وليس صعبا عليهم أن يستأجروا الناس ب10 دولارات يوميا للقتال في صفوفها. ويقول المسؤولون الأفغان إن هجوم طالبان جاء لتسهيل نقل الأفيون من تلك المنطقة باتجاه الأراضي الإيرانية. وزارة الداخلية الأفغانية قالت إن المعارك تسببت حتى الآن في مقتل المئات من مقاتلي طالبان، إضافة إلى عشرات المدنيين وقوات الأمن الأفغاني، فيما أفاد مسؤولون محليون بأن نحو 2000 أسرة أغلبهم من مقاطعة نورزات شردوا جراء القتال الدائر، واضطر العديد منهم للسير لمسافات طويلة للفرار من الاشتباكات نحو مدينة لشكرجاه عاصمة الولاية.